عندنا جوانا حاجة حلوة برضو أوي. والله حاجات. يعني بجد الشعب المصري والله يعني اللي أنا فخورة إن أنا مصرية، يعني إن جواهم حاجة يعني فيهم جدعانة وفيهم شهامة. ولاد المطرية كلهم ولاد بلد. أيوة على هو على الأصل دور من الآخر. وأعتقد إن في مناطق تانية قلدت بقى، يعني هي دي كانت إيجابيات مثلا السوشيال ميديا بالزبط. في بعض مناطق تانية عملوا قلدوهم، ممكن ما طلعتش بنفس الشكل بس كويس إن هم بيحاولوا. الفكره احنا طول عمرنا واخدين على فكره ان اي مائده بتتعمل هي مائده رحمن، بس انك تعمل مائده بالمنظر ده بتجمع افطار الناس كلها، مش بنتكلم بقى كله مع بعض وكله بيترحب بيه وكله ما فيش حد غريب وكله الناس تبقى مجتمعه بالمنظر ده، وحتى الناس اللي كانت رايحه بتغطي الحدث ده كلها كانت موجوده. لا الحقيقه من الحاجات الواحد فخور انها حصلت، وده اكبر مثال انك انت عشان تبقى ترند انت مش لازم زي ما بيقولوا تركب الترند بحاجه تخلي الناس تاخد بحاجه حاجه تسيء ليك، الامور هي اللي ممكن تلفت النظر. زي الطالبه اللي كانت بطالعه بتستلم شهاده التخرج بتاعتها في يعني هي ورقصت وطالبه ورقصت رقصه نوبيه، كل تفاعل معاها والكل حبها، لحد بقى لام وقال بنت ازاي تعمل كده ودي نوبيه. بالعكس عملتها بتلقائية وبروح مصرية بطريقة كويسة جدا ومحترمة جدا، وعبرت بيها عن فرحتها وحاجة بسيطة لفتت النظر الناس. من دي حاجات إيجابية، يعني يمكن شفت حاجة بس هي اتعملت ترند. أنا يعني أنا طبعا برضو معرفش، كان في كوافير من الكوافيرات يعني على قد حالهم يعني كان بيصور، هو مركب كاميرات تقريبا أو حاجة، في ست طالعة يعني هو عمل لها لون شعر مش لطيف. ده كان احنا ده كان في اواخر السنه دي يعني اواخر 2023. فطلعت غصب عنها كسيده غلطت او يعني تلفظت ممكن الفاظ مش صح، فطلعت ترند. ابنها مثلا مش وساب لها البيت. هي غصب عنها جمال الست في شعرها. فاحنا كستات لما شعرنا بيبوظ يا جماعه بنتجنن. الشعر باظ مش عارفه ايه، فممكن تكون وهي مش قصدها تطلع ترند، هو التاني انت بتنزلها ليه على السوشيال وهي دي المشكله. ان احنا النهارده لازم نبقى عارفين ان الناس اللي بتحاول وهي دي بنقول بتركب الترند، اللي هي بتحاول انها تعمل اعمال ممكن تكون بتضر ناس، يعني طول ما هو انت لا تضر خلاص. لكن انت النهارده انت عايز تعمل اي حاجه عشان انت في بعض الاحيان ناس بتعمل حاجات عشان تضر نفسها. زي الناس اللي بترتكب جرائم لمجرد انها تركب الترند او صح. احنا درسناها طول عمرنا دايما في علم النفس ان ممكن واحد عشان يبقى مشهور يقتل حد. فمن هنا الناس تبدا تتكلم عنه فبيرتكب جريمه عشان يبقى مشهور. هيكون هو كمان اتعدم ومات ما مش موجود. هوس الشهره هو بيغطي على تركيزه انه بيعمل. انا بحس ان ده مرض. ده مرض صح. ده مرض طبعا ده مرض. علشان كده بنقول كل حاجة بتوصل لمرحلة الهوس هي بقت مرض. كل حاجة ما تعرفش تتحكم فيها وتراجع كويس قوي يعني ايه تبعياتها، تأكد تماما انها ادمان فهي بقت مرض بقت هوس. صح خلاص. دي حقيقة. لحقيقة. طيب برضو حفل الغاء حفل كان في مطرب امريكي وحصل ان تم الغاء الحفلة بتاعته وبرضو الناس كانت ما بين مؤيد وما بين معارض. انت ايه رأيك في الترند ده؟ والله انا الحاجه الوحيده برضو الايجابيه ان النهارده البلد يعني اللي هي وافقت على او تجاوبت مع السوشيال ميديا في الموضوع ده. ليه؟ هو يعني تفاوتت الاقاويل فيها ان هي الحفله بيحصل فيها حاجات مش ولا بد، ودي عكس تقاليدنا وديننا والمكان، ودي حاجة طبعا إيجابية. وأنا من الناس اللي بأرجح دايما بقول إن احنا لازم ما نبقاش منغلقين، بس لما نبقى منفتحين نبقى منفتحين لحدود احنا اللي برضو شرقيين في الآخر اللي تناسبنا. صح. فكنت طبعا أنا كنت مع إن الحفلة طبعا تتلغي، وخصوصا إن كلنا عندنا أولاد وكلنا بنبقى قلقانين. على فكرة احنا مش شرط، احنا ممكن نكون مربيين ولادنا كويس بس احنا خايفين من الأجواء اللي هيكونوا موجودين فيها لأن مش عارفين تكون عاملة إزاي. فطبعا أنا كنت مع مش ضد إنها تتلغي، بس الغريبة بقى وده اللي أنا بستغربه، أنا ما أعرفش ده الترند بقى الظاهر بتاع 24 إن أنا سامع إنها بتتوضب الحفلة تاني في أصلا في حق يعني مش عندنا إحدى الدول العربية المتشددة وبتتوضب فيها الحفلة، ودي بالنسبة لي غريبة جدا طبعا. فهل هتتلغي؟ هل هيستجيبوا لده؟ هل هتتعمل ولا لا؟
فده من ما احنا لسه بقى بنبدا اهو بنقول يا هادي في 2024 هنشوف بقى هي هتتم ولا لا. بالظبط. طيب هنروح للجانب الفني شويه واغنيه ولعينا للفنان احمد مكي وكانت مكسره الدنيا والرجاله كلها كانت عماله 26 مليون ما شاء الله على اليوتيوب. الله. انت متخيله؟ وعايز اقول لك هي مالهاش دعوه بالاغنيه، هي ليها دعوه بالشخص. الفنان احمد مكي هو الفنان، عارفه الكومبو الممثل الرابر المخرج المغني كل حاجه على بعضها. فهو اولا فنان مخلص جدا في اللي هو بيعمله وبارع جدا في اللي بيعرف كويس قوي ينقلك النقله الصح، فهو اي واحد بيتعب في مجاله اكيد بيلاقي النجاح ده. فهو حقيقي. الاغنيه هي كانت مجرد زي برومو او حاجه للكبير. بس هو علشان خاطر عملها بالشكل المختلف والاداء المختلف، وهو عارف يعمل الميكس ما بين الاجيال. صح. فبتلاقي الكبار بيتفرجوا عليه، صغيرين مشدودين له، بيعرف يدرس الحاجه اللي بيعملها صح. فدي عملت شغل كبير جدا، وهو النقيض تماما زي ما هو اذهلنا في الاختيار حاجه مختلفه تماما. دي حقيقة. فهو الرق على الشخص، ويمكن ده برضو الدرس المستفاد من ورا لو اتكلمنا عن الموضوع ده. خلينا نبص زي ما قلنا انك تبقى ترند او النجاح في البساطه، التعب والجهد والجد في الحاجه اللي انت بتعملها وانك انت تبقى بتعملها باخلاص، هي دي اللي بتخليك مميز ومختلف. وتاكد ان ربنا يعني بيعوض دايما تعبك خير. ده حقيقي. طيب خليني احنا مكملين في الفن وهروح لخبر هو محزن او مؤسف شويه. يعني انا يمكن الفنان مصطفى درويش طبعا الف رحمه ونور عليه، انا ما قابلتوش في حياتي غير مره. المره دي كنت بقول له يعني انا نفسي تيجي تطلع، انا ما كنتش لسه اشتغلت في قناة النهر، كنت في قناة أخرى، فبقول وأنا معرفوش، قال لي بقول له ممكن تيجي تطلع معانا حلقة، قال لي فورا، قال لي قولي لي رقم تليفونك واتفقي معايا. فحتى بهرج معاه بقول له بس أنا عايزة الرقم اللي بجد مش اللي بكده وكده، قال لي هو راح مران يعني وما يعرفنيش. الله يرحمه. وكان مرحب جدا جدا جدا، ألف رحمة ونور عليه. خبر وفاته نزل علينا كالصاعقة. احنا كلنا. أنا اتخضيت، أنا ما شفتوش غير مرة في حفلة، كانت حفلة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. أنا حزنت من قلبي. فانت شفت برضو، وانا شايفه ان الناس حتى لما تعرفوش حزنوا عليه. طب انا هقول لحضرتك حاجه، هو النهارده في كذا حد توفاه الله على مدار 23، والمخرج ايهاب ابو زيد والمخرج احمد البدري، هو اكتر واحد اثر وهز الناس وبقى ترند عشان اللي حضرتك بتقوليه ده. علشان هو كان بني ادم سبحان الله، احنا مش عارفين البني ادم ده كان ايه اللي ما بينه وما بين ربنا اللي حبب الناس فيه بالمنظر ده. صح. على المستوى الشخصي قبل المهني هو كان انسان خلوق، وكانت كل الناس اللي بتجيب سيرته بتجيبها بكل الخير. كم الدعوات اللي دعيت له يعني لا يعني انا شفت اتعمل له كم افطار يعني بصدقات ناس والله ما تعرفه. حضرتك عارفه انه عنده مطعم ولا لا؟ وعنده المطعم ده عنده ناس بتخش تاكل من غير ما تدفع، اللي معهاش فلوس. الله يرحمه. انت متخيله كان هو مدي الله يرحمه اذن ده ان لو حد دخل او اي حد جعان ومحتاج انه ياكل ومش قادر يدفع الحساب بيخش ياكل ويمشي، وبيتعامل احسن معامله. عشان كده شفنا في وفاته حاله من الحزن غير طبيعيه الرهيبه، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. طبعا احنا ما فيش حد بيغلى على اللي خلقه، طبعا خلينا نقول ده، وما فيش حاجه اسمها صغير وكبير. أكيد. بس احنا قعدنا نقول ده لسه صغير، ده لسه شاب، مفيش حاجه في حياتنا ده كان هيتجوز طبعا، وده يمكن كنا بنتكلم فيه قبل ما نبدا الفقره. مفيش حاجه لازم ده كويس عشان كده احنا عايشين علشان خاطر نعمل لحياتنا اللي منها نسيب حتى الذكرى اللي احنا بنتكلم عنها زي الذكرى اللي سابها لنا الفنان الكبير. طيب لو جينا اتكلمنا عن تامر شلبي بقى نفسه، وانت قدوه لناس كتير، وانت ناس كتير بتتابعك وبيقتدوا بيك. تامر شلبي 2023 سنة راحت و2024 سنة جاية، ايه اللي تامر شلبي طلع بيه من 2023 وينصح الناس بيه؟ طيب ما كنتش متوقع بصراحة السؤال ده، بس هو 2023 كانت بالنسبة لي من يمكن من أكتر السنين المحورية في حياتي، واتعلمت منها درس مهم قوي، ويمكن الدرس ده أنا عايز أقوله للناس كلها. لازم تبقوا عارفين لو قررتوا إن أنتوا تضحوا أو قررتوا إن أنتوا تتنازلوا ما تزعلوش لو حد ضحى بيكم.